السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم معكم شرح عن هذا البرنامج. اسم البرنامج تابيزو. البرنامج هذا موجود الآن في متجر برامج أبل مثل ما تشوفون في الأب ستور. إن البرنامج هذا برنامج مؤقت، يعني أبل لو تدري عنه راح تحذفه. طبعا رابط البرنامج راح يكون تحت في الوصف. إذا شفت الفيديو هذا في 2019 وضغطت على اللينك تحت في الوصف وطلع البرنامج مش موجود، عرف إن أبل حذفته. فتسارع في تحميل البرنامج هذا وانشر المقطع هذا للأشخاص اللي ودك يحملونه. طبعا لما نفتح البرنامج واجهة البرنامج بسيطة، هنا الترندات في الميوزك والأشياء ذي كلها، هنا الديسكفري اللي هو لو بحث أو شيء ذي، هنا الفافوريت لو تحط لك مقطع أو شيء، هنا الهيستوري حق البحث حقك اللي بحثت عن سيتنج ما توقع أحد راح يحس في السيتنج، هنا الستريم لو إنك بتشغل فيديو وتبيه مثلا الكواليتي متوسط أو هاي عشان لو تشغل فيديو، هنا المنطقة حقتك لو بتغيرها مثلا بتحط السعودية، لو نحط السعودية ممكن تغيرون هنا الترند. خلينا نشوف، بما انه محدد موقعي وانا في امريكا فطلعت لي في الترند اغاني امريكيه، فنشوف السعوديه، نرجع نروح الترند الحين، خلينا نجرب نسكر البرنامج، نرجع نفتح مره ثانيه، هي تقريبا تغيروا، يعني تغير اول واحد هنا تغيروا شو الاغاني هنا صارت عربيه. فمثل ما نشوف الحين كتبت مثلا القران، راح احمل سورة الفاتحة، اضغطها بلس هنا، اضغط هنا يبدأ سيفنج مثل ما تشوفون. نخلص تحميل، نخش هنا في الترند، نروح هنا فوق نضغط هنا نشوف المقطع موجود عندنا مثل ما تشوفون كذا. هذا ميزة البرنامج، ان نجي هنا نبحث عن اي شيء نبي، بعد ما نبحث عن في اليوتيوب طبعا نضغط عليه نبي نشغل المقطع. لو نضغط عليه مثلا نشغل المقطع مثل ما تشوفون، او على طول نضغط البلس ونسوي تحميل. مثلا لو بحمل هذا المقطع نضغط عليه، لو بتسوي بلاي ليست لك يعني حافظة ثانية وبتحطها بكيفك، او تضغط هنا التحميل على طول مثل ما تشوفون قاعد يحمل. خلص، نجي هنا مرة ثانية، نجي هنا نخش في بلاي ليست ونشغل على طول مثل ما تشوفون، نطلع اشتغل عندنا بالخلفية برضو. بس هذا ميزة البرنامج. ف اللي حابب يحمل البرنامج، البرنامج موجود في أبل ستور نهاية ديسمبر، رابط الفيديو تحت في الوصف، اضغط عليه وحمل البرنامج. وبس إن شاء الله عجبكم الفيديو، ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.